يقول حكم التهنئة بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام الكريسمس. دعونا نحن نفرق أولا بين حسن المعاملة وبين الولاء والبراء. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. الإسلام دعا إلى حسن المعاملة، بل قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما قالت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي جاءت راغبة، أمها قتيلة بنت عبد العزة زوجة أبي بكر وهي لم تسلم، تأخر إسلامها، فجاءت زارت أسماء وهي على كفرها، أي قتيلة، وأسماء كانت مسلمة، قتيلة لم تسلم، فزارت أسماء بنت أبي بكر وجاءتها بهدية. أسماء أخت عائشة من أبيها، عائشة أمها أم رومان، وأسماء أمها قتيلة بنت عبد العزة. المهم، فأم أسماء جاءتها بهدية فلم تقبل منها الهدية حتى أرسلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي جاءتني راغبة ومعها هدية، أقبلوا هديتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بري أمك. فالبر شيء والولاء والبراء شيء آخر. الذي قال لها بري أمك، والذي قال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هو الذي قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا أباءهم. فنفرق بين هذا وهذا. فالنصارى واليهود وغيرهم من أمم الكفر، هؤلاء بشكل هذا كفار غير مسلمين، لذلك لا يجوز لنا أن نحبهم الحب الديني، بل لابد أن نبغضهم في الله البغض الديني. فنفرق بين الحب الديني والحب الدنيوي. ولذلك أباح الله لنا الزواج من اليهودية والنصارى. يقول شلون أتزوجها وأنا أكرهها؟ لا، تكره دينها وتحبها الحب الشهواني، مثل ما واحد يحب أمه وهي كافرة، الحب العاطفة والبر، ويحب ولد الكافر حب البر، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من تفسير هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، أي من تحبه وهو عمك الكافر، وإن كنت تحبه لكنك لا تهديه، فلم ينكر عليه حبه، وإنما بيّن له أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم يمكن أن نعاملهم معاملة حسن، لا بأس أن تهنئه بشراء البيت، لا بأس أن تهنئه بمولوده، لا بأس أن تهنئه بمثلا درجة أخذها في العمل، تهنئه مثلا بقضية كسبها، لا بأس، هذا من المعاملة الحسنة. وأيضا تطعمه وتهدي له. ولذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما يعني صنع أهله طعاما، قال: أهدوا جيرانا. قال: واليهودي؟ قال: به فابدأ. هو يهودي، قال: به فابدأ. فالمعاملة الحسنة شيء مطلوب، لكن أن تهنئه بدينه الكفري هذا حرام، لا يجوز. يعني تقول له: هنيئا لك أن عيسى ابن الله، هنيئا لك أن الله ثالث ثلاثة، لا يجوز. فنفرق بين هذا وهذا، لا يكون خلط في الأمور. فتهنئه بالزواج، بدرجة في الوظيفة، ببناء بيت، بشراء أرض، بشفاء من مرض، ما في بأس، لكن لا تهنئه على دينه، احذر، كأنك تصحح له دينه، كأنك تقول له: دينك حق والدليل أني أهنئك عليه، هذا لا يجوز. فهذا الكريسمس دين، عيد ديني، فلا يجوز تهنئتهم بهذا العيد. واحد يقول: طيب هم يهنئوننا، يعني ما يصير، هم يهنئون نحن ما نهنئهم، هذا مثل قول الكفار: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. مو صحيح. غدا أحد يأتي ويقول: طيب احنا يجوز نزوج حريم، هم ما يتزوج نتزوجون حريمنا، خلاص مثل ما احنا نتزوج يهودي والنصراني نزوج اليهودي والنصراني. غير صحيح، غير صحيح. إذا تابعونا على الحق لا نتابعهم على الباطل.
غير صحيح. ننتبه لهذه القضية. واحد يقول يهودي والله يجيني ويأكل عندي الشحم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال والله يأكل عندي الشحم إرضاء لي، وأنا باكل الخنزير عنده إرضاء له. هذا ما يجوز. لا يجوز أن نتنازل عن ديننا بحجة أنهم تنازلوا عن دينهم. ديننا حق، دينهم باطل. فننتبه لهذا الأمر، بارك الله في الجميع.